طبعا زي ما اتكلمنا في الجزء اللي فات عن ازاي نعمل ايديت للمنيو وازاي نعمل ايديت للفوتر وازاي نعمل ايديت للسايد بار ونتحكم في الويدجتس اللي موجودة فيهم ونعيد ترتيبهم ونعيد ترتيب المنيو. في عندنا دلوقتي حاجة يعني مش معقدة، هي حاجة سهلة جدا، الجزئية بتاعت البلوج، ان انا ازاي اضيف بلوج جديد وازاي اعمل ايديت لبلوج وازاي احطها في كاتيجوري معين وانظم الكاتيجوريز بتاعت البلوك. طيب عندنا هنا في حاجة اسمها بوستس، خلينا ناخدها واحدة واحدة، ان انا ازاي اتحكم في الكاتيجوريز. فدي مثلا الكاتيجوريز اللي عندي، عندي ارتكلز، عندي كوفي نيوز، عندي كومباني نيوز، عندي جاليريز، وعندي فيديوز، وفي ده اللي هو الان كاتيجورايزد اللي بيبقى نازل ديفولت مع الووردبريس ده، عشان لو اي ارتكل ما فيهوش تكست او ما فيهوش قصدي ما فيهوش كاتيجوري وما اخترتلوش كاتيجوري بينزل هنا. فانا ممكن مثلا اضيف كاتيجوري جديد وهنقول مثلا نسميه وورلد نيوز. السلاج ممكن اسيبها فاضية، السلاج دي اللي هي الاسم الفريندلي بتاع اللوج او اسم الكاتيجوري، لو سبتها فاضية هتنزل زي ما هي، هقول له اد نيو كاتيجوري كده وورد نيوز نزل. لو عملت عليها كويك اديت هيقول لي، هنلاقي ان هو سماها فعلا وورد نيوز زي انا ما كنت عاملها. طيب لو عايز اعمل لها ديليت من هنا، لو عايز اعمل لها فيو من هنا، طبعا هو ما فيهاش اي حاجه فبالتالي جابها فاضي، هنعمل لها ديليت ونبدا بقى ان انا الاول اشوف ازاي اضيف بلوك. فهقول له اد نيو من الشمال، دول مالهمش لازمة ممكن نقفلهم. التايتل مثلا how to have a good day. نعمل description drinking can enjoy our coffee. هنعتبر ان ده الكلام بتاعنا. طبعا هنا في التنسيق بتاع الورد، يعني انا من هنا ممكن بختار الفونت، بختار الحجم بتاعه، لو عايز اشتغل بالمقاسات القياسية بتاعت الخاصة بالسيو والخاصة بالويب عموما، فبختار من هنا ان ده هيدنج 3، هل ده بريفورماتد، هل ده باراجراف، هل ده، وهكذا. طبعا هو مش بيتأثر بالاختيارات دي لان انا اوريدي مختار الفونت وحجمه من هنا. هنا راح اعمله بولد، هنا راح اعمله مايل، عايز احط نقط، عايز احط ارقام، عايز احطه بين دبل كوتيشن، عايز اخليه في النص، عايز اخليه شمال، اخليه يمين. هنا لو عايز اديله لينك هقول مثلا .com، تمام، هقول له ابلاي كده اللينك بقى موجود. هنا لو عايز اضيف ريد مور فمثلا بعد دي اهو رحت جاي عمل كده، لا فده كده ده معناه ان ده اول باراجراف، واي حاجه هتتكتب بعده هتبقى موجوده في الريد مور. هنا ممكن اجيب تويت او سوشيال شير بوتون وهكذا. هنا لو عايز احط سلايدر ريفولوشن جوه الارتكل، لو عايز كمان اغير لون الخط، ودي كنا اتكلمنا عليها قبل كده في الويدجتس، فبعمل كده فكده لون الخط بيكون اتغير. عندنا كمان هنا لو عايز امسح الفورماتنج، هنا لو عايز ازود مسافات، وهكذا. وده كده الاديت الرئيسي بتاع التكست. هنا دي كلها تقريبا اي حد بيعرف يشتغل على الوورد هيقدر يشتغل هنا. هنا لو عايز احط تيبل، لو عايز احط بار بروجريس بار، وهنا لو عايز اضيف تابس شورت كود بحيث ان انا الحاجات بتاعتي تبقى موجوده في تابس يمين وشمال وهكذا. طيب عندنا كمان في ارتكلز، هنا بقى الكاتيجوريز بنختار منها دي ضمن ايه. فخلينا نقول ان دي مثلا من الكوفي نيوز، او ممكن نخليها ارتكلز، او ممكن اختار لها كذا سيكشن مع بعض. التاجز دي ليها علاقه بالاس اي او، فممكن نقول مثلا، او هي مش اس اي او قوي، هي ده موضوع مثلا ليه علاقة بأخبار القهوة، وليه علاقة بعمرو دياب، وليه علاقة بزيليون،
وليه علاقة بإيجيبت، فأنا ما عنديش سيكشنز للكلام ده كله. فببدأ مثلا أقول كوفي، بقول عمرو دياب، بقول إيجيبت، بقول زيليوم. فهو كده عمل لي حاجة زي شبه السب كاتيجوريز، يبقى موجود فيها الداتا دي، أو يبقى موجود الأرتكل دوت لينكد ليها. بعد كده دي الجزئية بتاعت يوست سيو، دي ريليتد بقى للسيو، والصورة هتبقى ايه، تظهر للفيسبوك بريفيو وللتويتر بريفيو، والسكيما بتاعتها والريدابيلتي بتاعت الخبر او بتاعت الارتكل، والسيو هيبقى ازاي ظاهر على الموبايل، ازاي هيبقى ظاهر على الديسكتوب. هنا هنقول مثلا فوكس كي وورد بتاعتنا كوفي، فهو كده هيقول لي هل انا ايه المشاكل اللي عندي في وابدا اقراها بقى واحلها واحده واحده عشان اوصل لافضل مرحله في الريد بتاع السيو بتاع الارتكل دي. اخر حاجه مهمه عندنا هي الفيتشرد ايمج، ان احنا نختار صوره رئيسيه، ولنفترض ان هي الصوره دي تبقى الفيتشرد ايمج بتاعت الارتكل، وبقول له بعد كده اه. طبعا من ضمن الحاجات ان انا لو عايز اضيف كمان في الباك جراوند بتاعت الكتابه، ما اعرفش هي مش ظاهره قدامي دلوقتي، انا مش واخد بالي منها، بس يعني ما علينا. هنقول publish ونروح على زيليوم بلوج، نشوف البلوج ظهرت ولا لأ. لو هناخد بالنا ان البلوج ظهرت، هي موجودة، وكمان الكوفي نيوز بقت متاحة لان احنا حطيناها في الكوفي نيوز وظهرت في الارتكل. خش على الارتكل نفسه، دي الصورة اللي احنا اخترناها، ده التكست، ودي طبعا زراير الشير وهكذا. طيب انا كنت عاطي للكلام ده لينك، كنت عاطي له لينك الويب سايت الرئيسي بتاعنا اللي هو زيليون كوفي، وزي ما انتم شايفين دخلني عليه.